العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله خاتم النبيين والمرسلين. وبعد، هذه هي الدفعة الثامنة من لحوم صفوف الأضاحي التي تقوم وزارة الأطفال بتفعيلها على أرض الواقع لتوصلها إلى مستحقيها الشرعيين. الدفعة الثامنة ومقدارها 3 أطنان من لحوم صفوف الأضاحي، ليصل العدد الذي وصل إلى مديرية أوقاف التقاهلية 25 طن لحوم صفوف أضاحي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحمد لله رب العالمين، اليوم جاءت الدفعة الثامنة الأحد الموافق 6/9/2020 وتحت رعاية الأستاذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووصل حتى الآن 27 طن. إن شاء الله سنقوم بتوزيعها للمستحقين لها، ونسأل الله عز وجل السلامة ولمصر الحبيبة وأن يرفع عنا البلاء والوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على المبشر رحمة العالمين سيدنا محمد. اليوم الأحد 6/9 وصول الدفعة الثامنة من لحوم الأضاحي، وهي 3 طن، وسيتم إن شاء الله توزيعها على المستحقين، وذلك وفقا لجودة والمنظمة، والله تعالى ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الأحد 6/9 استلمنا 4 طن لحمة، ودي الدفعة 7 من اللحوم اللي بتبعتها الوزارة الإسكندرية، نسأل الله القبول.